إيران على ما يبدو بأنها لم تعد تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، عندما نتحدث عن طريق فصائلها المسلحة على القواعد الأمريكية وغيرها، الواضح بأنها بدأت تنقل ونقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا. قد نرى الصواريخ البالستية خلال هذا الشهر تستخدم من قبل روسيا على أوكرانيا، أتحدث عن الصواريخ البالستية الإيرانية، والآن تستهدف نقاط الطاقة، الغاز الطبيعي، النفط، إمدادات الطاقة، على ما يبدو لتزيد من معاناة أوروبا في الشتاء مع التضخم وغيرها. هل تعتقد دخول إيران معترك الحرب الأوكرانية، حرب الطاقة هذه التي نتحدث عنها، قد تدفع الولايات المتحدة الأمريكية لإجراءات أكبر من أي إجراءات رأيناها سابقا من أي إدارة أمريكية تجاه إيران؟ ممكن جدا بالتأكيد. إذ ما تهدد إيران مصادر الطاقة الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية والخليج العربي وفي المنطقة عموما، هذه سياسات خطيرة، هذه سياسات تقترب من درجة إعلان الحرب على العالم الصناعي. وليس من مصلحة إيران اليوم لا عسكريا ولا سياسيا ولا اقتصاديا الذهاب إلى مواجهة كبرى مع العالم الصناعي والنظام الرأسمالي العالمي مهما كانت الذرائع الإيرانية. أيضا مسألة التحالف الاستراتيجي مع روسيا، روسيا لا تعني شيء أمام الولايات المتحدة الأمريكية لا عسكريا ولا اقتصاديا. الاقتصاد الروسي أصغر من اقتصاد ولاية من الولايات الأمريكية، واليوم بسبب الحرب يعاني من مشكلات كبرى وأزمات كبرى. هناك عجز في توفير الصواريخ والعتاد للحرب، وأيضا خسرت روسيا في المجال الاقتصادي وغيرها. روسيا اليوم تلجأ لأنها تتعرض لنفس العقوبات الاقتصادية ولنفس المشكلات في مسألة التصدير والاستيراد والتجارة إلى تعزيز التحالف مع إيران، لكن لن تكون روسيا منقذ لإيران. إيران تحتاج العالم الديمقراطي من أجل أن تعود الحرية والديمقراطية لإيران. الصين أيضا، يعني شفنا اليوم اجتماع بايدن بالرئيس الصيني والاتفاق على وجود خطوط حمر والذهاب إلى التنافس وليس إلى الصراع. هذه نقطة جدا مهمة، العالم يذهب للتعايش، للشراكة، للتنافس وليس للحرب. هذا المنهج العسكري الإيراني أو الروسي بالتأكيد سيأخذ هذه البلدان إلى مشكلات كبرى، سواء داخلية أو إقليمية أو حتى على الصعيد العالمي. المواجهة بين إيران والعالم لن تكون لمصلحة إيران لا عسكريا ولا اقتصاديا، ولا نتائج الكارثية على الشعب الإيراني.